بسم الله الرحمن الرحيم. وإن قصر علم رأيي
إلى رحمتك وأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجيرني من البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور في فتنة القبور اللهم ما قصر عنه رأيي وضعف عنه عملي ولم تبلغه رؤيتي أو أمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير من طمعت أحدا من خلقك فإني أرغب إليك فيه وأسألك يا رب العالمين اللهم اجعلنا هادين ومهديين غير الضالين ولا مضلين حربا لأعدائك وسلما لأوليائك نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم هذا دعاؤنا ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد نسألك لنا يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود ورفع السجود والموفين بالعهود إنك رحيم ودود إنك تفعل ما تريد سبحان من تعطف بالعز وفعل به سبحان من لبس أحصى كل شيء بعلمه اللهم اجعلني نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في مخي ونورا في عظامي ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي اللهم اجعلني نورا واعطني نورا وزد على نوري يا نور يا نور يا نور يا مدبر الأمور يا مقدر الأعوام والشهور صل على النبي محمد وآله اللهم إنا نسألك تعجيل عافيتك وصبرا على بليتك وخروجا عن الدنيا إلى رحمتك اللهم اجعل خواتم أعمالنا رضوانك اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا
بديع السماوات والأرض ويا غياث المستغيثين نسألك بنور وجهك الكريم أن تحيي قلوبنا وأجسامنا بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين برسولك لا تسأل اللهم صل على محمد وآله.